خلينا نبدأ بمسألة أشكال وسائل الدعم. ما هي وسائل الدعم التي تقدمها تركيا وقطر لهذه الميليشيات الإرهابية ولفايز السراج؟ نعم، أولا أحييك وأحيي جمهورك الكريم. العلاقة بين حكومة الوفاق الوطني وربما فايز السراج نفسه وقطر وتركيا ويعني البلدان اللي هي مصنفة حسب التحالف العربي على أنها بلدان داعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة، علاقة متحولة ما هيش ثابتة على مدى ثلاث سنوات الماضية اللي كانت فيها حكومة الوفاق موجودة في طرابلس. لكن هذه العلاقة حدث فيها تغير مهم جدا خلال الأشهر الماضية عندما زار السيد فايز السراج كل من قطر وتركيا، ونتج عن هذه الزيارة التراجع عن تفاهمات أبو ظبي التي تمت مع القيادة العامة. كانت هذه هي نقطة التحول الأساسية في طبيعة العلاقة ما بين سيد فايز السراج وما تبقى من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وهذه البلدان، بحيث أن هذه الدول شجعت السيد فايز وربما قدمت له ضمانات لكي يتراجع عن ما تم التفاهم عنه في او اتفق عليه في ابو ظبي، والذي سوف يضمن اعادة الامن والاستقرار الى ليبيا والقضاء على الجماعات الارهابية والمتطرفة. نعم. بسأل حضرتك مرة اخرى دكتور فتحي عن اشكال هذا الدعم. بات من المعروف ان قطر وتركيا بتدعمان السراج وتدعم الميليشيات الارهابيه الموجوده في ليبيا. ما هي ابرز اشكال هذه الدعم؟ ما ابرز هذه الوسائل والغايه من وراء كل هذا الدعم؟ ما يحدث في ليبيا اليوم لا يمكن فهمه بعيدا عن ما يحدث في المنطقه باكملها. هناك مشروعان بإمكاننا أن نحددهم داخل المنطقة، مشروع الوطني داعي إلى الدولة المدنية الدولة غير الدينية، والمشروع قوى الإرهاب والتطرف والتي تريد أن تعيد المنطقة بالكامل إلى عصور انتهت منذ فترة طويلة. أشكال الدعم، هذه الدول كان لها دائما مقرباتها المحلية في كل البلدان سواء كان في ليبيا أو غير ليبيا، وكانت تتلقى هذه المقربات دعمها سواء كان دعم مالي، دعم بالذخائر، بالأسلحة، نقل المقاتلين. لاحظنا في مرحلة مبكرة جدا وقبل تبدأ عملية الكرامة في بنغازي، تحولت بنغازي نفسها إلى هب بالتعبير لنقل لتدريب ونقل المقاتلين من ليبيا إلى سوريا. طرابلس نفسها فيها بعض الجماعات التي نشطت في هذا المجال. فالعلاقة معقدة وطويلة من الدعم المالي والعسكري واللوجستي لمقربات محلية موجودة داخل ليبيا كانت تساندها هذه الدول. زي ما قلت لاحقا تطور الأمر عندما اختار سيد فايز السراج هو يصطف مع هذه الجماعات، تحول إلى في شكل دعم سياسي وربما أيضا دعم مادي ومعنوي له في هذه المواجهات التي تحدث الآن.